مارون جديد. هاي. بونجور بونجور. بونجور. اليوم عم نعمل فتة. فتة نعم. بالحمص. نعم عليك. نعم. مع سلطة البقلة. نعم. ومع قمر الدين. قمر الدين. قمر الدين اليوم حطيته على المنيو. نحن بدنا هالجمعة مثل ما كنت امبارح فسرت وشي صباح الخير مشاهدينا. ورح نصير نعمل يعني من يعني كل يوم خلال الشهر الفضيل رح يكون عندنا عصير يعني قمر الدين اليوم شراب. قمر الدين اذا بدك او شراب قمر الدين هو بيسك يعني بعتقد كل المشاهدين في يجيبوا قنينة قمر الدين ويذوبوها او يجيبوا قمر الدين ننقعه بالمي مع مع برش بردقان نرجع نذوبه بس كمان رح نعمل شوي من قمر الدين كمان ومن الجلاب ومن التوت شربات بي 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 بطعمات وفوت عليهم او اعشاب او 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 بهارات او شيء اوكي شيء كمان المشاهدين بيقدروا هن ببيوتهم ومطرح ما هن يخترعوا او يعملوا يخترعوا يعملوا هالوصفات اللي فيهم اكيد كل يوم يكسوا صيام فيها بخلال الشهر الفضيل لنعمل سلطه انا بعرف ان انت كثير قويه تينا بتنقيت البقله فانفايتو تنقي معي شويه بقله شو رايك؟ يلا البقلة دفنتي بدنا ننقيها مشاهدينا انا هذه من السلطات المفضلة طب اوكي اذا عصبتي علي انك عم تنقي بقلة ما تشبعي علي انا كمان بحب البقلة ايه وبحب البقلة كثير لما بنعملها مع لوز ومع بندورة كرزية والى اخره واذا كمان بقي عندكم مكونات بالبيت مثل ما صار معنا نحن مشاهدينا مثل ما شايفين هون بسم الله السلة بطلت ساعة فيكم كمان تعملوا منهم بحب فيها البقلة انه فيها مي فيها مي وغنية كثير بعتقد غنية كثير بالحديد بفت. كمان البقلة ما انا كثير حشيش صحيح ايه يعني هيك مش محششة يعني ايه بتم ما كثير ما فيها التحشيش ما بتحس عم ترعى يعني صح حبيتها هيدي هلا بما انه انت كمان عم تعملي البقلة خليني انا اقطع البندورة الكرزية سو هيدي اليوم على الافطار كن مشاهدينا او بكره فيكم تعملوا هيدي السلطة المميزة أنا برأيي، مميزة لأنه فيها طعمات كثير طيبة، مميزة لأنه تتبيلتها طيبة ولأنه شو مدخلين؟ مدخلين فيها بصل أخضر، مدخلين فيها بندورة كرزية، مدخلين فيها لوز، مدخلين فيها زيت زيتون وخل التفاح لوز منقوع؟ مدخلين فيها نعناع، لوز منقوع نعم، هلا اللوز أكيد رح أرجع أقصه كله سوا تقصه نعم وكم لانه ما بدي اللوز تكون كبير بدي اقصه هيك شوي بالنص او اكثر شوي مطحون لحتى يعني يصير ما... لا, لا 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 هلا هلا رح تشوفي كيف اوكي واللوز اوبسلي بده يكون منقوع قبل بوقت شو بنحط هلا؟ هلا بنحط اذا بدك بعد؟ حطي كل البقله الموجوده هون عندنا شوية زعتر عندنا شوية زعتر حطيهم فينا نزيد عليها زعتر فينا نزيد عليها فجل وفينا كمان ات ذا سيم تايم مع انه عندنا كثير مكونات فينا نعمل سلطات ثانيه بعد تينا لانه هودي كلهم باقيين من امبارح للبقدونس والزعتر والخس فخلينا نعمل بس سلطه البقله هلا ورح ما بعرف اذا في اطلب منك طلب يلا او خدمه تخدميني اياها الله بيخليكي اخر جمعه على الهواء انه ننقي هالبقدونسات والزعترات ببول ثاني لنعمل وصفه ثانيه سلطه ثانيه شو رايك؟ بما انه موجودين بتأيديني ولا لا؟ اوكي ما بعرف اذا كثير حبيت هالخدمة مش لها مش لها طيب لكنا هون بس هولي او نعنع فوقهم بعتين نعنع نعنع بدي افرمهم بدي افرمهم ما بدي احطهم هيك بدي اعمل لهم شيفونات للنعنع وحطهم شيفونات بدك هذا في جات هون اذا بدك جيبي جات من تحت هذا الكبير؟ هذا اللي تحت الاسود الموف؟ يا الموف يا الاسود نقي اللون اللي بيعجبك اللون اللي بيقول لك جيبي ايوه اوكي تحية هلا الفته رح اتركها للاخر شو بدنا هون نقى عندك البقدونس بقدونس و بقدونس و وعندنا رح احط فيها خس رح احط فيها بقدونس رح احط فيها زعتر كم ورقه نعنع شفتي اللي هون البصل الاخضر كيف عم بعملهم يا حني حلوين هون هيك بجننوا اوكي رح ارجع اخذ كمان نعنع يا حني هذا البصل الاخضر بعد افرم النعناع بهذا الشكل وحطهم خبرنا شوي عن الفتة الفتة هيدي فتة كتير محبذة لقلبي اللي رح اعملها هلا فتة الدجاج
دجاج فتت الدجاج فتة اكيد يعني. رح يكون فيها حمص هي الفتة بس فتت حمص. بتعرفي شو خلينا هودي اللوز نحطهم هيك مهني مثل ما هن حطهم حتى اربح شوي الوقت. اوكي فوالا هني كان في قصهم بالنص كمان اذا بدي هلا رح اتركها بعد شوي اخر شيء بتبلها وبعمل لها البرزنتيشن اللي بدي اعمله. هلا الفتة عاملين فتة على الدجاج اول شغله رح اعملها اكيد رح انقع الدجاج شوي ملح وبهر الدجاج وقليهم شوي صغيره. اوكي ما بده نقع قبل بوقت كثير يعني نو مش ضروري مش ضروري. وفي اذا عم بسلق الدجاج كمان بالبيت حط الدجاج مسلوق كمان سمبلي يعني ما بدك ما بدنا كثير نعقد حياتنا بهذا الموضوع. حاخذ شويه بهار حلو حاخذ شويه قرفه ورح اخذ شويه بابريكا وبهار حار يا حني هون شو حلو هيك يكون عندك قصص واخبار بالبراد شو بهنوا لك حياتك ولا لا بيقدوا هول مين هول هول بقدوني بقدون سيت انه ايه خلص زيادة هول خلص مور ذان انف تبا بكفوا بزياده نعم رح اخذ بول صغيره من هون تحيه زعتر بدك زعتر بدي من بعرف قبل ما اخذ البول شو رح اعمل رح احط هون شويه بابريكا. اوكي مشاهدينا تابعوا معي رح اخذ كمان شويه بهار حلو هيك نعملها شوي يكون فيها شويه سبايسز وقرفه بهار حار ثم طابقين من امبارح شوي او ثم رح احطهم هون سلطه عندي شو حطينا هون؟ حطينا بهار حلو حطينا قرفه وسماء حطينا سماء حطينا زيت زيتون بدي احط ملح اكيد اوكي هلا رح ارجع اخلطهم ببعضهم كلهم وهودي بدي يكونوا اذا بدي كمان في اعمل شغله بدي اخذ هيك هذا الحص الثوم وهذا الحص الثاني كبهم هون وهلا ناخذ هيدي بندور عليها بنبلش نطبخ هل حتى بحط هون فيجيتبل اويل هيك بتخلي الدجاج كامل بخلي الصدر كامل وبرجع بعمل له سلايسنج وبحطه على الفته في كمان اذا بدي اقصهم في اقصهم شو رايك بنقصهم ولا بنخليهم كاملين شو بتفضلي؟ انا بحس لما نقصهم بياخذوا نكهه اكثر او مش ضروري؟ مش ضروري هلا هيك احسن لانه بضلوا احيانا كمان احيانا بضلوا اكثر بس تستوي بهالكبر؟ تستوي؟ تستوي هلا طيب شباب خلص حقيقتك عبالك اكثر فيكم تعطونا الخشبه الحمراء من هونيك شو بتعملوا معروفه نقص الدجاج عليها؟ عم بزرع الشك براسه ايه يعني ماشي نازل في بوم 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 ما بعرف شو اعمل لك والله اكيد مارون اكيد نفس الشيء عم تعمله طيب بهي الوقت اللي كانوا عطونا الخشبه الشباب رح اخذ اللبن وينية المدقة يا مارون كان معنا مدقة they have ما شفت انا we had مدقة in the air يا حي هون هيدا شوية ثوم خفف النار شوي هيدا ثوم حصين ثوم هون اوكي شكرا كنت ادق لك الثومات انت قص الدجاجة ايه اوكي بدك تحط شي بعد هون؟ لا خلص فوالا هندق الثوم نطبخ الدجاج ونمنتج نطلع السلطه هلا هيدي اياها هي هون يعني هذا كله بناء على طلبك وامنياتك لا انه انا عم شوف انه بالبيت ماشي الحال هلا خلص والله انا بدنا نبقى نهكر مالك تحيه فوالا هلا هون بنشوف انه الفايبر تبع الدجاج كلهم جايين هيك جايين اذا بدكم هيك انا رح اصبي عكسهم نحن هيك صار بيكونوا شدد الدجاجات سو هول مثل ما هن بيبقوا بالفته مثل ما هن بيبقوا بالفته مش بحاجه بقى نصغر يعني فينا اذا بدك نصغرهم شوي كمان احيان هيك من ميلي بيكونوا بالفته احسن من ميلي كمان بيستووا بسرعه اكثر معنا هولي خلاص هودي خلاص حطهم باللبن ايه ملي معروف حطيهم باللبن هيدي هون هيك هيدي هون هيك هيك كمان حطهم بهذا الشكل يا حيه
ولا هلا اتولي النار وحطهم بالنقعة. اول شيء النقعة فيها ملح، فيها بهار، فيها البهارات كله سوا، ما بدها شيء بقى. بحيي هون هيدا صدر الدجاج تحممنا لبن بكفي هوي هون هودي خلصنا منها كمان. بحيي هون and here you go. فوالا لكن النقعة زيت زيتون، النقعة زيت زيتون ملح هون هيك كله بهار حلو قرفة. صحيح هون باللبن شو حطينا؟ حطينا اللبن اكيد بسماع بسماع. رح احط مع اللبن شوية طحينة، أهم شيء طحينة مع لبن الفتة. سؤال بنقعة الدجاج مش دائما لازم نحط شيء أسيد أو مش ضروري؟ لا مش ضروري، مش ضروري. لا الأسيد لأنه لا يطري، والدجاج أوريدي ناتشرلي هو طري. أوكي. سو مانك بحاجة تحطي شيء اسمه أسيد أبدا مع الدجاج. الطحينة مع التراتو مع اللبن هي إز ريلاتيف، يعني كل حدا قديش بحب يحط طحينة. أنت قديش بتحب؟ أنا بحب شوية طعم الطحينة تكون قوية فيها. يعني نص لا؟ لا، يعني هيدي كلها حطيت لها عندي نص كوباية طحينة. اوكي يعني هيدا هون عندي كيلو لبن، كيلو لبن حطيت له تقريبا 100 ام ال او 100 جرام طحينه او نص كبايه طحينه مشاهدينا. طب ليه هيدا عم يعذبني هيك؟ ما بعرف بحبه انا شو اعمل له. طيب للفتي كمان تينا شو بدي اعمل قبل ما بلش بهيدي السلاد؟ رح ندور هيدا هون. لكن حمص منقوع؟ الحمص منقوع مسلوق؟ مسلوق صحيح. مقشور؟ لا لا، حمص مسلوق عادي. هون شو رح اعمل هلا؟ رح اعمل انا ميزون بلاس الفتة، رح احط كل شيء لحال، ما رح اخلطهم مع بعضهم، بس هيدي بعد بدها ملح. لحية هيدا ملح. هون رح احط لها كمان شوية بهار، مش صغيرة مش كثير. و شو قولك الوضع؟ الوضع هون صار فينا نحط الدجاج. نعم. هون شو بعمل؟ رح احط اللبن كلهم او لا؟ بليز اعملي معروف. هيدا اللبن مشاهدينا، شوف شو رح اعمل. رح احط اللبن هون بهذا الشكل. اوكي اكيد هي لازم انتبه. شفتي ريحه الدجاج شو طيبه تينا؟ واو كثير طيبه. فوالا هذا اللبن هون. فوالا جاهز. اوكي اوكي الحمص عم يسخن. فوالا بعدين كان عندي سماء استعملتهم انا ما بدي شيء هون. اوب 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 كمان حاطيني شوية كمون. في مقلية صغيرة بالفرن بالخزانة بتعطوني اياها شباب. اي لاف ذا سميل. هلا هودي كمان لازم انتبه لشغلة، نحطهم مع الفات تبعهم في قليل بزبدة، شيلهم نحطهم كلهم على وجه الفتة، لأنه بتعرفي أنت الفتة بدها فات على طول. ففي استعمل الفات اللي طلع من الدجاج هون كله سوا. اوكي. لحتى هو يكون ال ال الفات اللي بدي احطه انا على وجه الفتة. يعني بدل ما نفقس زبدة ونحطها بدل ما نفقس زبدة يعني. ونحطها على الوجه. نعم. وفيكي تفقسي زبدة إذا مصرة يعني. ايه هلا طعمة الزبدة طيبة. ايه طبعا. أكيد. أكيد. اوكي. اللي رح أعمل هلا أنا أعمل شغلة انترستينج. رح شيل الفات، أشيل الفات اللي هون. شو رح أعمل؟ بما إنه طعمة الزبدة طيبة. أوكي. هاي المقلية شو بدك تعمل فيها؟ يلا رح أقلك رح أعمل فيها. هذا الفات يا حوي هون، هيدا الدجاج يا حوي هون. هيدي هون عندي بزبدة كلاريفايد باتر. شوف شو رح يصير هلا. Interesting stuff. سو هيدا الدجاج انا مش ما حط، بس بدي احط الفات على وجهه. شيل الدجاج منه مشاهدينا، بحطه دغري على وجهه للفته. انتبهتي للتكنيك اللي عم بشتغل فيها؟ لكن اللبن كسرناه بطحينه مع ملح. اللبن كسرناه بطحينه اكيد. حوي هيدا هون والثوم طبعا. دجاج نقعناه بشوية بهار سماء ملح وزيت زيتون. هلا شو رح اعمل بهالوقت؟ رح اخذ خل تفاح تبل سلطة البقلة وحطهم على سلطة البقلة. بكون هالوقت ال سلطة البقلة فيها بقلة، بصل اخضر، زعتر، بقلة، بصل اخضر،
ما فيها زعتر لا فيها بصل اخضر فيها لوز فيها بندوره كرزي فيها نعناع. هون شو رح اعمل؟ هون رح اخذ شويه لوز رح احط على وجه الفته لوز محل صنوبر. رح حمصهم هلا. هدول تين عملي معروف عبيهم هون هولي؟ نعم. واكيد بدي الخبز المحمص. ولا سو هيدي بتركها هلا. هون رح اخلط السلطه، حط ملح، هيدا ملح ما بدي كتر اكيد. هيدي السلطه هي هون، شو رايك؟ فانتاستيك ها؟ نايس لوفلي. هون اللوز عم تحمص، هلا بحطه كمان على جنب مع الفتة. أكيد بدي الخبز المحمص. خبز محمص عادي. أول شيء بنبدأ بخبز المحمص. أول شيء بنبقى بال لا أول شيء بنبلش بالحمص. الحمص. الحمص بنحط الخبز المحمص. بدنا نحط اللبن، بدنا نحط الدجاج وال والصنوبر. الدجاج فوق اللبن. أكيد إذا بدي حار بدي الدجاج يبين لأنه. أوكي. عرفتي شو؟ هيدي السلطة يا حية عائد. في احلى من هيك؟ مارون. اوكي هلا كمان في اعمل شغله، اعطيني هدول اللي كانوا هيك. هيدي سلطه مشاهدينا، هي سلطه البقلي كلها سوا. هلا كمان اذا انا بدي اخذ سلطه البقلي اكثر لقدام بعد مطرح ثاني، في اخذ هودي. يعني هون انا صرت عم بعمل سلطه بعد اكثر، وخاصه انه يعني تينا قد ما نفقي الزعترات منيح تطلع بتجنن سلطه. هون عم بتحمص هون، نسيت زيت، نسيت غيري مش كثير. بضحك على تشقيتك. لا 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 هيدي هون هيك يامي. اوكي هودي رح ارجع يعني ذا بيرفكت ميل للافطار، ذا بيرفكت ميل اند ذا فاستست ميل ان ذا وورلد. فتة الدجاج مشاهدينا، سلطة بقلة مع الخضرة، ودخلها اللوز المنقوع ديليشس. مارون ميرسي بوكو. ميرسي تينا. خلص ليفل خلص our time is up. مشاهدينا انا بودعكم، بتمنى لكم a great weekend. حمص الليلة ل برازيل 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 مشاهدينا.